أول صورة. تعليق: الراقصة جوهرة. معرفهاش. اللي بعده: سعد الصغير. بحب. طب قولي صفة فيه، اوصفيه. ابن بلد. علقي. ابن بلد. اللي بعده: أحمد سعد. أحلى صوت في مصر. اللي بعده: ويجز. الله، لون جميل فعلا وموجود طبعا. بتحبيه؟ برافو. ممكن ترقصي على اغانيه؟ طبعا بجد. طبعا اول ما على عيد ان شاء الله لو ليا عمر ان شاء الله هرقص على اغانيه طبعا. اللي بعده: الاستاذ حلمي بكر. ملحن جميل قوي و بينقض الدنيا كلها، وهو عنده حق. احيانا الاصوات ما تبقاش حلوه، احيانا هجومه على مطربي المهرجانات. انت معاه ولا ضده؟ تحبي مطربي المهرجانات؟ لا معاه طبعا. طبعا معاهم لان هم بيعملوا اغاني حلوه. ممكن او لا فيفي عبده ممكن تضرب اي حد يضايقها؟ ممكن او لا يمكن؟ لا يمكن. فيفي عبده تلبس الحجاب وتعلن اعتزالها؟ ممكن او لا يمكن؟ لو ربنا اراد. يعني ممكن لو ربنا اراد. ترقصي ببلاش في احد الافراح؟ ممكن او لا يمكن؟ ممكن طبعا. طبعا اي حد نفسه ان فيفي عبده ترقص في فرح كنت بجري. تعملي زار في بيتك؟ ممكن او لا يمكن؟ ما يعني لو في فيلم ولا حاجه ممكن اعمله، بس انا اجيب حد بزار في البيت؟ لا لا يمكن. سرك مش في بيتك. اخر بقى سر عندنا، سر عنك لو عايزه ان احنا نقوله نقوله، لو مش عايزه مش هقوله، بس تديني سر بداله. يلا بينا. اشوف. لا مش هقول خالص. دي حاجه خاصه جدا جدا جدا. بكملت بقى، ما احنا عمالين نفتح في الاسرار. يا ربي، ده انتوا خدتوا مني حاجات كتيره. طيب جدا. انا موافقه. نزل ال 30 ثانيه. اذا في 30 ثانيه ما قلتليش انت سر من عندك هقوله. عد. يا ربي يا ربي. يلا يا استاذ وائل. يا جماعه انا اقول سر ما قلتوش قبل كده. الايام دي ما بنامش الا وحط شوكولاته في بقي. ليه؟ عشان الدواء اللي باخده لو ما اكلت شوكولاته معاه احس ان انا ما خدتش الدواء. يعني ايه؟ مر قوي الدواء، فباخد شوكولاته او بونبونيه وانا. وتنامي بالشوكولاته في بقك. انا بشكرك جدا، مش عايزه اتقل عليكي اكتر من كده.